مشاهدينا، مع المرشدة النفس اجتماعية رنا فارس القزي، اللقاء بجمعنا هلا نحكي أكثر عن psychological burnout أو الاحتراق النفسي، وأكيد رح نحكي عن طرق العلاج بختام اللقاء. ولكن البداية بدي أقول لك صباح الخير. صباح أهلا وسهلا النور، فيك رنا. مرسي. دايما بس نحكي عن عنوان عريض مثل الاحتراق النفسي، منحب ناخد تعريف صحيح ودقيق من ضيوفنا. اوكي، اذا بدنا نقول الاحتراق النفسي او البيرن اوت هو الاجهاد او الارهاق او التعب الكتير قوي يلي بيجي نتيجة ضغوطات نفسية اجتماعية جسدية، فيها تكون مثلا بمكان العمل، فيها تكون بالعلاقات الاجتماعية اللي بنعملها، فيها تكون بالعيلة بالبيت مع الأصدقاء. فكل هيدي الضغوطات النفسية يلي بتواجهنا، الفشل الدايم كيف نحن بنكون عم نتعامل معه، ممكن يوصلنا لمرحلة الاحتراق النفسي أو البيرن أوت، ومن بعدها ممكن نوصل للاكتئاب إذا ما قدرنا نتعامل معه بطريقة سليمة. أوكي، لما نحكي عن الاحتراق النفسي بنحكي بس عند الأدلتس أو عند المراهقين أو الأطفال ممكن يصير عندهم ممكن burnout؟ ممكن، ولكن نحن اكثر بنحكي بهيدا الموضوع للكبار، يعني الاولاد الصغار صرنا للاسف عم نشوف في اطفال عم بيكون عندهم اكتئاب ويمكن عم يمرقوا بهيدي المراحل قبل. بس اللي بدي اقوله انه هو ما بيجي فجأة، يعني البرن اوت ببلش اول شيء انك انت تحسي حالك محبطه او انه انت منك قادره تعطي اكثر ما فيك، بترجعي بتوصلي انه انت حاسه ما عندك شعور بالرضا عن ذاتك. لما توصلي لهيدي المرحله انه انت منك راضيه عن نفسك، منك راضيه عن شو عم تعملي لا بالمهنه ولا بعلاقاتك الاجتماعيه، بتوصلي لمرحله يلي هي ركود او لا مبالاه يلي ما بتفرق معك شو ما كانت النتيجه، فخلص ونتيجة هون تراكمات كتيرة. أكيد ممكن تبلش ب يمكن anxiety أو قلق، ممكن تبلش ب مثل ما قلت فشل بأي مجال من مجالات حياتنا. ليه في أشخاص تتراكم عندهم هيدي الأمور ليوصلوا للبرن أوت، وليه في أشخاص بيقدروا يكونوا عم بنفسه بمطرح من المطارح كل فشل بيقطعوا فيه، كل قلق أو هم حاملينه؟ هل في أشخاص هن بطبيعتهم بيعرفوا كيفية أنه يكونوا عم بنفسوا عم بعبروا، وأشخاص مثل ما بنقول يعني هيك بالعرب الدارج بحطوا بقلبهم؟ صح. سو هيدا التراكم وعدم التعبير بخليهم يوصلوا لهالمرحلة؟ لقلك هلا هو الاحتراق النفسي فيه يكون سببه مننا نحن كأفراد، وفيه يكون من المحيط يلي موجودين فيه. أوكي. من الاثنين بنقدر نوصل لهيدي النتيجة. في ناس معودين يحكوا عن حالهم بطريقة سلبية، مثل ما قلت يلي منن راضيين عن نفسهم، يلي بيقولوا انا ما بعرف، انا ما بفهم، انا اكيد ما رح انجح، انا معودين ينقوا على حالهم بطريقه سلبيه. اشخاص النكدين يعني النكدين وعلى حالهم بالاول، يعني قبل ما ينكدوا على غيرهم. في ناس مثلا اللي عندهم المثاليه بحبوا هن يكونوا البيرفكت، واكيد هيدا ما حدا رح يقدر يوصل له، فبيحطوا توقعات عاليه، بحطوا معايير عاليه تيقدروا يوصلوا له، ثم بيوصلوا له مثل ما هن متوقعين. هون بحسوا انه نحن ما قدرنا نعمل، نحن ما فينا، ببلشوا هون يحسوا بالفشل يلي بيأدي فيهم اذا كان كذا مره لهيدا البرن اوت. سو السبب فيكون مني انا نحن، وفيكون كمان من المحيط، من المحيط مثل او الظروف الحياه اللي بنقطع 100%. في اسباب ثانيه، في شخص يكون هو بريديسبوزي انه يكون عم بيعمل بيرن اوت، يكون عنده بالجينات يمكن هو إيه، كل شخصية منا إذا بتلاحظوا كل حدا منا بيتعرض لموقف معين، أنت بتقدر تتعامل معه بطريقة، أنا بقدر أتعامل معه بطريقة، لنقول مثلا أيام الحرب يلي جيل كامل عاشها، في ناس بعدها مأثرة فيها لهلا، وفي ناس يلي يمكن شاركت فيها وكان لازم هي اللي تتأثر أكتر شيء فيها بتلاقيها عم تعيش حياتها طبيعية. سو أكيد في شيء خصو بشخصية الإنسان وبطبعه. هون كمان لما كنا عم نقول بالآخرين العلاقات الاجتماعية، يعني أنت لما تكوني مرات مع شخص نرجسي، لنقول زوجك حبيبك أو رفيقتك، إذا عم يطلب منك تعملي أشياء أنت ما بتحبي تعمليها أو منك راضية وخوفك إنه تخسريه، هيدا الشيء بخليك تعملي ضغط على حالك إنه أنا يمكن ما جاي عبالي أظهر اليوم، بس بده إياني أظهر،
يعني بكبس على حالي اذا أول بدك مره وثاني مره وثالث مره لما اكون انا على طول عم بتنازل عن انا شو بحب كرمال الطرف الاخر، بعدين رح اوصل لهيدي المرحله. كرمال هيك اول شيء انا بقوله فكروا بمصلحتكم انتم، يعني مش كونوا انانيين بس كيف بنفكر بمصلحه غيرنا، فكروا كمان بمصلحتكم انتم الشخصيه قبل الكل، ما تكون دائما على حسابكم انتم القصص اللي بده اياها الشريك، على حساب سلامنا الداخلي، على حساب راحتنا وصحتنا النفسيه. يعني طبعاً. انا اذا عن جد ما عبالي اعمل هيدي الخطوه اليوم، لازم يعرف الشخص اللي مقابلي انه في مرات انا ماني راضي ماني قادره، ما بيزعل تا انا احس بالذنب، ولما احس بالذنب بوصل كذا مره ببلش اوصل للبرن اوت كرمال هيدا الطرف. طيب لما نحكي بالتشخيص بدنا نحكي عن اعراض، يعني الشخص أكيد. ليه بروح عند اختصاصي لحتى يتشخص؟ شو بكون حاسس؟ شو ببين عليه؟ هل هو بحس او هل الاخرين او المحيط المقرب منه بيلمس تغيرات واعراض؟ هلا مثل ما قلنا هو ما بيجي فجأة، ببلش شوي شوي، بس عن جد كثير مرات في ناس ما بتلاحظ انه هي صارت مغموسة بالبرن اوت بدون ما تحس. على فكرة عندنا تندنسي، يعني عندنا ميول لانه نلاحظ الفيزيكال بيرن اوت اكثر، الجهاد النفسي، الاحتراق الجسدي اهون بكثير، لانه صح يعني انت ببلش بترجم بالاحتراق النفسي اصعب. صح، بتبلش تحسي مثلا هو في له عوارض جسديه، بتبلش تحسي بدقات قلب سريعه، مرات بيوصل لعيان، وجع بالصدر بدون سبب صحي طبي واضح، فيزيولوجي. بصير في عندك تشتت بالتركيز، واكثر شيء الاحتراق النفسي اذا بدك بيكون بمركز المهنه، غير انه مع العيله والاصدقاء، بالمركز بالوظيفه تبعك. في ناس بيقولوا لما يبلش يحس انه ما بدي يروح على الشغل، يتغيب كثير، يتاخر على الدوام، هون ببلش يحس انه عنده احتراق نفسي. بس كمان يلي بيروح على الشغل رغم انه تعبان بيدفن حاله بالشغل هون اصعب. يعني انت اذا مريضه وتعبانه وموجوعه كثير وبدك تروحي تداومي، هون تاكدي انه انت صرت بمرحله مغموسه كليا، ما عم تقدري تفصلي انه انا هون وقت شغل، لما اروح على البيت انا ما بدي اشوف تليفوني وشوف الايميلات، انا ما بدي رد على تليفونات خاصه بالشغل، بدي اجرب افصل، اعمل مايندفولنس على كل شغله بحياتي، قسم حياتي انا، بيتي، عائلتي، اولادي مثلا، شغلي، كل شيء له وقته، رفقاتي، كل شيء بدي اعطيه وقته وركز كل التركيز عليه، ما اكون انا ومع رفقاتي فاتحه تليفوني عم ردرد ايميلات، لا هن رح يحسوني معهم وانا شخصيا ما رح اكون حاسه اني انفصلت عن المركز المهني اللي الي، فبتضايق. أوكي. فيك مثلا تحسي انه انت منك قادره تكوني موجوده بهيدا المكان، يعني يمكن معك زملاء بالشغل عدائيين او هن منهم مناح معك، بتحسي انت انه منك قادره تكوني معهم، بتبلشي تنسحبي، بتبلشي تقعدي لوحدك، هون كمان لما تتكرر وتصير دويمه، هيدي من العوارض يلي بتدلينا انه نحن بلش يكون عندنا احتراق نفسي. اوكي، والتشخيص اكيد بيكون من اختصاصي، واكيد يمكن العلاج النفسي هو اكيد فينا نكون نحن عم نبلش نشتغل مع الشخص اذا بدك بخطه ارشاديه، كيف قبل ما يروح عند بسيكولوج، يمكن مرات ما يكون بحاجه، نقدر نلحق لما يبلش الشخص. كيف نعرف عن جد يعني امتى بدق جرس الانذار لنقول نحن ما رح فينا لحالنا نوقف على اجرينا نقوي حالنا ولازم نكون عم نلتجئ لمرشدين؟ لما نجرب نعمل هيدول الطرق البسيطة يلي هلأ بدي أقلك عنهم وما نوصل لنتيجة، نحس حالنا أنه ما عم نستفيد. أوكي. لازم نروح نمشي بأكشن بلان عامله البسيكولوج يكون هو عم بيساعدنا فيه. أوكي. أو المرشد النفس اجتماعي، يعني نحن فينا نبلش أول شغلة أنت قادرة عليها وكلنا قادرين عليها، نعمل تايم مانجمنت، ننظم وقتنا مثل ما قلنا، نقسم كل شيء له وقته، هيك ما بنضغط نفسيا. هي اول شغله، نحط بروجرام على الكالندر، عندي هيك من هالوقت، وبضمن الاوقات اللي انا حاطتها لكل شيء بحياتي حط وقت لإلي. انا مره قلت لهم حطوا موعد مع حالكم، يعني مثل ما بتتركي كل شيء كرمال تجي تعملي المقابله، اتركي كل شيء تيكون عندك وقت استرخاء لإلك،
يمكن انت تحبي تروحي تعملي مساج، يمكن تحبي تروحي تمشي على البحر، حيالله طريقه بتخليك تحسي انت انك مرتاحه، يمكن السبور، يمكن تسمعي ميوزيك، يمكن تعملي شي نوع من دانس معين، مديتاسيون، كل شيء بخليك تكوني مرتاحه انت بتقرري. وفيهم يقولوا لي انا ما بدي ادفع وماني قادره اعمل كل هول، بقول لك قعدي لوحدك بغرفتك او قعدي تحت الشجره، بس هيك صفي ذهنك، ما تفكري بقصص ماديه، فكري بس انه انت هلا بدك تتنفسي، بدك ترتاحي، فكري بالشهيق والزفير تبعك كيف عم بيصير، كل اعضاء جسمك، فيك تعملي ستريتشنج، توقف انت مثلا بالجنينه بالغرفه تبعك، تمدي ايدك تعليها على مهلك، يعني عن جد نفكر بكل شيء فينا ونكون ممتنين لهول الاشياء يلي فينا، يعني نقول الحمد لله عندي نعمه النظر، وفكر انا قديه عم بتساعدني هيدي النعمه، وكل النعمه اللي فينا عن جد لازم نكون نحن ممتنين لها. اوكي، غير التايم مانجمنت ونخلق كل يوم وقت لحالنا، شو فينا نعمل كمان؟ فينا نحن غير الاسترخاء يلي حكينا عنه والمايندفولنس، فينا نكون نحن عم نعمل اذا بدك خطه ارشاديه مع المرشد. أوكي. يلي بيكون فيها بيعلمنا كيف الاساليب يلي نحن بنواجه فيها التوتر، بنواجه فيها القلق، يعني منظمه الصحه العالميه عملت دراسه 264 مليون شخص بالعالم عندهم قلق، والقلق سبب كتير اساسي للاحتراق النفسي، انه انت قلقانه انك ما توصلي تكوني بيرفكت، قلقانه انه منك قادره تكوني راضيه عن حالك 100%، منك قادره تكوني عم تنجزي المهام المطلوبه منك بهيدا الوقت. وشغله كتير مهمه عن قصص المهام، لما انت تحملي كذا مسؤوليه وفي حدك ناس قادرين يساعدوك، طب انت ليه بدك تقولي انا بدي اعمل كل شيء؟ ما تحملي كذا مسؤوليه بالبيت، فينا 100%، يعني انت بالبيت اذا صاروا اولادك بعمر قادرين يكونوا هن عم يهتموا بترتيب غرفتهم، ليه بدك تقولي لا انا امهم انا مجبوره اعمل هيك انا اللي لازم زبط؟ طب ما هيدا الشيء منه هن عم يتعلموا مسؤوليه، ومنه انت كمان بتكوني عم ترتاحي، مش عم تقصري بواجباتك بس بتكوني عم ترتاحي، لما تنظمي المسؤوليات وتخلي كذا حدا يساعدك كمان بالمركز الوظيفة تبعك، مش كل شيء بده يكون عليك، ليه منحط نحن فريق عمل مش بيكون شخص مسؤول، تتقسم المهام والمسؤوليات ونقدر نوصل للديدلاين بوقت صح. نعم. الأساليب يلي بيكون عم بيساعدنا فيها المرشد نفس اجتماعي بيعلمنا كيف قلنا هدول القصص يلي ما قدرنا نعرف نعملهم وحدنا بالبيت، هو بيكون عم بيساعدنا عليهم بخلال جلسات يا فردية يا جماعية. أوكي. انه مثلا بيصير يقلك اذا انت عندك قلق من الامتحان، وهيدا الشيء بيخليك انت توصلي يمكن على لنقول الصفوف الثانوية، بتوصلي على الاخر قبل ما بدك تعملي امتحان الدولة الرسمي بتحسي حالك انه انت خلص مني منتجة، انا مني قادرة اعمل منيح، قبل ما توصلي لمرحلة البرن اوت وتوصلي للاكتئاب وما تقدري تخلصي، وهون في يكون عم بيساعدك، يعني بيعلمك انه انت في اساليب استراتيجيات انه انت تدرسي كيف الطريقه يلي فيها تكون مثلا مايند مابينج بطريقه الخرائط الذهنيه، انه في تلاميذ ما بيقدروا يحفظوا حشو، بيعلمك بيساعدك كيف انت تكوني عم تعمليهم بطريقه مختصره بالرسمات بالالوان بالاشارات، مثلا هيدا اسلوب خصو بهيدي الاشكاليه يلي هي قلق الامتحان، مثلا كيف تنظمي وقتك تتدرسي، كلهم هول القصص بتوصلك لمرحله تخففي او ما تغرقي وتنغمسي بالبرن اوت توصلي للدبرشن. شكرا كثير لحضورك معنا رنا فارس القصدي المعالجه او الاختصاصيه بالعمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي، واهلا وسهلا فيك دائما، ولكل المشاهدين يلي عم بتابعونا فاصل قصير وبطلع عليكم زميلتي سحر، تابعونا.